مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم الاطباء السبع موسم رمضان. دائما نتمنى لكم الصحه والعافيه والصيام المقبول ان شاء الله. كيفك دكتور رامي؟ هلا صديقي، اخبارك تمام؟ يعني حابين اليوم نحكي عن موضوع مهم، ودائما هاي بكل رمضان نتناول هاي المواضيع وننسى عنها طبعا دكتور رامي، موضوع اضطرابات الدوره الشهريه وخلال فتره الصيام برمضان. شو رايك؟ هلا لها جانبين. الجانب الاول بتعرف احنا متلازمة التكيس المبايض منتشره كثير في بلادنا. فكثير من الناس اللي عندهم متلازمة التكيس المبايض بيختلف اسلوب حياتهم خلال الشهر الفضيل، فممكن انه يصير في اضطرابات دوره. والجانب الثاني اللي هو الجانب بس اللي نوضحها، تظهر اضطرابات الدوره في رمضان. نعم هلا هي بتكون مثلا عندها متلازمة التكيس المبايض لكن مسيطر عليها عن طريق نظام الحميه لكن المناسبه والرياضه. برمضان بتفلت شوي من الرياضه ومن الحميه، بتزيد شوي بتبين على شكل اضطرابات دوره. الشغله الثانيه اللي هي الستات هم بيعملوها، مثلا بتيجي واحده بتقول لك انا بدي اصوم رمضان، ما بدي اقضي بعدين، فبتاخذ هرمونات على اساس خلال الدور انه خلال رمضان كله ما تجيها الدوره الشهريه. هلا هذا حسب امتى اخذته، اذا ما اخذتهاش بالطريقه الصح، واذا نسيت دواء حبه او حبتين او ثلاثه ممكن تؤدي لاضطرابات الدوره. الجزء الثالث هم الناس اللي باخذوا موانع حمل، موانع هرمونيه للحمل. أوكي. خلال رمضان كمان ممكن يصيروا يخربطوا بالحبوب، مثلا واحده ماشيه على حبوب منع الحمل، اذا صارت تخربط نسيت اليوم نسيت بكره، لانه بتعرف المواقيت غيرها، غير مثلا اذا هي متعوده الصبح بتاخذ حبه منع. كيف الطريقه الصح ياخذها واحده في رمضان اذا حبوب منع الحمل؟ هلا الحبوب منع الحمل المركبه ما لها وقت معين، بتقدر تاخذها باي وقت، فممكن تاخذها على السحور او على الفطور الوقت اللي هي بتلاقيه مناسب. لكن اذا هي مثلا كانت متعوده تاخذها بوقت معين وخلال الشهر الفضيل عم تنسى يومين ثلاثه، بصير ممكن اضطرابات. اوكي دورة. طب اذا صار عند حدا اضطرابات دوره شهريه خلال هذا الشهر لاي من الاسباب اللي ذكرتها، هل راح تستمر هاي الاضطرابات وشو لازم يعمل؟ حسب السبب العلاج. هلا اذا انت عم تاخذي هرمونات بنصحك تحكي مع الطبيب، والطبيب راح يقدر يشير لك بالضبط كيف تاخذيها حتى ما ينزل عليك دم وتقدر تتابع صيامك. اذا عم تاخذي حبوب من الحمل لازم تلتزمي، واذا عندك متلازمه تكيس المبايض ديري بالك على اكلك على، وحاولي قد ما بتقدري تضلك تمارسي نشاطك الرياضي خلال الشهر. طب هل ممكن العامل النفسي خلال شهر رمضان دكتور رامي بتعرف بكون ستريس، هل ممكن برضو يكون سبب لحدوث الاضطرابات؟ ممكن لكن نادرا. معظم الستات خلال الشهر الفضيل ما بتغير الدوره الشهريه عندهم. طيب شكرا كثير لك حبيبي معتصم، يعني موضوع سريع حبينا نطرح اليوم بفقره وكثير ناس بيهتموا فيه بالضبط. شكرا كثير، رح نستمر بفقرات الاطباء سبعه موسم رمضان، خليكم معنا.